مما يروى من عدل الإمام علي رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات عن العدل وقصته مع أخيه عقيل، وملخصها أن أخاه عقيل ابن أبي طالب جاءه ومعه أولاده شعثا غبرا من الجوع، جاء ليقترض من بيت المال بعض الشعير قبل قسمة ذلك على باقي المسلمين، فدخل الإمام علي وأحمى له حديدة ووضعها على جلده فصرخ منها عقيل، فقال له علي رضي الله تعالى عنه: أتصرخ من حديدة أحماها بشر في الدنيا وتريدني أن يلقى بي في نار الجبار يوم القيامة؟ ورفض أن يقرضه شيئا من بيت المال دونا عن بقية المسلمين. قال رضي الله تعالى عنه: لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله تعالى ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إليها البلا فقفولها قصير ومكوسها في الثرى طويل؟ والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، يعني افتقر، حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الألوان، شعث الشعور، غبر الألوان من جوعهم، كأنما سودت وجوههم بالعظلم. وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي، فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من مسها، فقلت له: ثكلتك السواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ وأعجب من ذلك طارقا طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونا كأنها عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاه أم صدقة؟ فذاك محرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذاك ولا ذاك، ولكنه هدية. فقلت له: هبلتك الهوابل، عن دين الله أتيتني لتخدعني؟ والله والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها حبة شعير ما فعلته، وإن دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله سبحانه من سيئات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين.